مرحب بيكم من جديد مشاهدينا ومكملين مع كابتن مصطفى شوبير. طبعا انت لسه قايل لي انك برج الحوت، احتفلت بقى بعيد ميلادك ازاي؟ كان عيد ميلادك شهر 3، احتفلت ازاي السنه دي؟ انا كانت الدنيا برضو عارفه انت تبقى مقفله ومفيش حته قوي تقعد فيها، بس كان قبل الموجه الثالثه دي فالدنيا كانت اهدى شويه برضو. فالصراحه انا يعني عندي اصحابي ربنا يخليهم لي، انا دايما ليا ناس قريبه كده مني هي اللي بستشيرهم في كل حاجه ودايما معايا. يعني الصراحه ما يعني ما تاخروش عليا، يعني انا بالظبط انا الساعه جت 12 كنا في الطياره جايين من ماتش فيتا اللي كسبنا فيه 3-0 هناك. فيعني طبعا الفرقه احتفلوا بيا في الطياره، وبعد كده بقى لما نزلت تاني يوم بقى كان اجازه، فكنت بقى طول اليوم بره. فعايز اقول لك اللي هو عارف انت جو بقى اللي في ناس بيعملوا بقى سربرايز بارتي والكلام ده. انت بتحب الجو ده؟ اه طبعا، لما حد بيسعى انه بيعمل لك حاجه تبسطك فانت لازم تبقى مبسوط طبعا. فالصراحه يعني بقول لك هم توصوا بيا الصراحه، يعني اتعمل لي على 3 ايام تقريبا. في ناس والله على 3 ايام تقريبا. في ناس ما بتحبش السربرايز، في ناس ما بتحبش كده، بس انا شايف طالما يعني حاجه، يعني مثلا في مثلا اول يوم ده انا بقول لك صحابي عملوا يعني شبه سربرايز كده، كنت بره بعد كده رجعت على البيت عندي مع عيلتي مع اولاد اختي مع بابايا ومامتي واصحابي. فايه اللي يضايق في حاجه زي دي؟ ما اعتقدش ان دي حاجه تضايق حد، فاهمه؟ مش تضايق بس يقول لك في ناس ما بتحبش الكلام ده، بس انا بقول لك لا بالعكس، دي حاجه تبسط جدا ان انت وسط عيلتك وسط اصحابك الاثنين موجودين وبيحتفلوا بيك، وتيجي تاني يوم يتعمل فيك نفس المقلب تاني ومع اصحابك تانيين. احتفلت جامد يعني. لا اتوصل بيا الصراحه وهدايا وكله بصراحه اتظبطت. اتظبطت اتظبطت.